ليا بأولى محطاتنا لليوم رح نضل ضمن أجواء الكتابة والنشاطات يلي عم تكون ضمن مكتبة الأسد الوطنية، عناوين كتيرة عم تكون من دينية سياسية ثقافية وعم تلائم مختلف شرائح المجتمع، إلا أن الأطفال لهم مساحة كبيرة ضمن معرض الكتاب بنسخة حدود 30. ولا نضوي أكثر عن هاي النشاطات اللي عم تكون معنا، مين رح نستقبل معنا ليا؟ نرمين، يعني رح نستقبل ضيوفنا لليوم، رح يحكوا لنا عن تقنيات جديدة بالقراءة وشو هي أهم الإصدارات الجديدة اللي بتهم الأطفال بأعمار صغيرة ومتوسطة، وكيف فينا نحن نتغلب على التكنولوجيا، وكيف فينا يمكن نرجع الكتاب لإيد الطفل من أول وجديد. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع الأخصائية التربوية ريما جحجح. أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. وأيضا الأستاذ أيمن الزعبي، مسؤول عن دار مؤسسة السباعي لتقنيات الوسائل التعليمية ونشر قصص الأطفال. أهلا وسهلا فيك أستاذ أيمن. أهلا وسهلا فيك. الحمد لله بخير. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. ليا مثل يمكن ما بعرف إذا الكاميرا الإخبارية عم ترصد، في هيك ضيوف حلوين اليوم بلشوا زيارة المكتبة. المكتبة بتفتح الساعة 10 أبوابها، ولكن جايين على بكير شوي. اكيد هلا بده يكون لنا وقفه معهم. بدي صبح عليكم. رح بلش معك مدام ريما. خلينا نحكي اليوم عن تقنيه التعليم عن طريق القراءه، اذا بدنا نقول، والقراءه التفاعليه، قديش هي اليوم مهمه للطفل؟ جدا هي مهمه للطفل، وشكرا لانكم ضويتوا الضوء عليها القصه، لانه نحن كثير عم نتعب مع الاطفال بدايه ومع الاهل بالنسبه للقراءه، لانه الطفل عندنا نحن بنشبهه مثل النبته اللي نحن دائما بحاجه لحتى نسقيها، فهو ما بدنا نخربط بينه وبين الاناء، يعني نحن بنضخه بمعلومات بحاجه الى او ما بحاجه الى، يعني الشيء المهم انه نحن عم نعطيه معلومات، لا نحن لازم نسقيه شوي شوي وياخذ المعلومات اللي هي بتناسبه لحتى هو ينمو فكريا، معرفيا، ادراكيا، جسديا، كله هذا بيساعده. فهي المعلومات تبدا بدايه من الاسره، دائما بنركز عليها من البيت، بعدين نحن بنبدا بنساعد نحن ان كان بالحضانه ولا كان بالروضه. هلا من جديد نحن عم نحاول انه يكون عندنا القصه اساس من ضمن المنهاج، انه ندخلها كحصه اساسيه وتكون عندنا بشكل يومي، وممكن نحن نستعين بقصص، ممكن بمسرح لتمثيل قصه، ممكن تمثيل ادوار من قبل الاطفال، في اشياء كثير ممكن نستفيد منها. تمام. استاذ ايمن صباح الخير عن جديد. صباحك. يعني بالبدايه خلينا نحكي عن اهميه مشاركتكم بمعرض دمشق الدولي بدورته 31، يعني قسم للاطفال خاص دار السباعي، حضرتك المسؤول عن الدار، خلينا نحكي عن الدار وخلينا نحكي شو بتتضمن وعن المشاركه بالمعرض. دار مؤسسه السباعي لتقنيات وسائل تعليميه ونشر كتب الاطفال بتعمل بشقين، الشق الاساسي الوسائل التعليميه، والشق الثاني هو نشر كتب وقصص الأطفال. طبعا الأهمية الكبيرة لكتب الأطفال وقصص الأطفال، بما قصة الأطفال شريحة مهمة بالمجتمع، إذا أنشأناها بشكل صحيح سلم المجتمع وكان بسوية جيدة. الوسائل التعليمية عندنا بتخص مراحل عمرية مختلفة، من الأطفال حتى عندنا وسائل تعليمية من عمر سنة لعمر 18 سنة، بتغطي كل الشرائح المدرسية أو حتى الأطفال، ما يعني كمان بتلائم الأوقات المدرسة مع أوقات الرفاهية أوقات الرفاهية، وحتى أطفال صعوبات تعلم لهم حيز كبير عنا بمنتجاتنا، إن كان بالوسائل التعليمية أو بالقصص وبالوسائل الهادفة لهالأطفال. نعم. مدام ريما، اليوم يمكن هاي الكتب التفاعلية إذا بدنا نقول لها مواصفات معينة، وهل ممكن كمان نحن يعني لازم يكون فيها مواصفات، لازم يكون يعني بين الأخصائيين اللي عم يقدموا هاي المعلومة يكون في لينك أو صلة وصل مع دور النشر، برأيك كيف لازم يتحقق؟ أكيد نحن ما لازم يكون في عشوائية أبدا، يعني مو أي حدا مثلا خطرت عباله فكرة بده يجي ينزلها أو صورة أو شيء. هلأ نحن بدنا نشوف شو الفئة العمرية المستهدفة، هي بداية. اثنين، بدنا نشوف مين
مين التربوي او اللي عنده هي الخبره صحيح. الكبيره لحتى ينشئ هذا الكتاب ويالفه. المهم اكثر انه نحن لازم يصير في بيناتنا تشاركيه، نحن من هدفنا من القصه هو تعديل سلوك الطفل اللي نحن كثير بنعاني فيه بالبيت، فنحن مع دور النشر في عندنا مشاكل بالحضانه او عندنا مشاكل من قبل الاهل، هن بيقولوا لنا اياها، عندهم ساعدونا اعطونا حل لمشكله معينه موجوده عندنا، فنحن بنستعيد عن هذا الموضوع بدور النشر انه في قصص معينه بيساعدونا فيها، لانه نحن بنشتغل مع الطفل بخياله. يعني هلا كنا عم نشوف مثل هيك رسومات قديش تمام هلا هون الوصول تمام هلا هون من عمر سنه لاربع سنين، ما بنقدر نستخدمها مع اطفال اكبر، حتى انا ضد الصوره بلغتين يعني هي اهم شيء انه في هذا اللي هلا عم نحكي فيه، لانه نحن اللغه الطفل اللي بيستفيد من القصه باغناء الحصيله اللغويه اللي عنده، فعندنا مشكلات من حكي الاستاذ هون انه اطفال صعوبات التعلم اللي هن عندهم مشكله بالكلام ما عندهم هالحصيله اللغويه، فنحن بدنا نوسع له خياله وادراكه، فكيف فنحن بدايه بنبلش بالقصه. هلا ممكن تجيكي ام بتقلك طيب انا كيف ابني بدي اقرا القصه، ابني عمره اربع سنين، طبيعي نحن الاساس، نحن الابني اللي نساعده فيها انه نساعده انه هو يتخطاها، فانتقائنا للقصة بمواصفات تكون صحيحة هذا اللي بيساعدنا فيها دور النشر. اعمار الصغيرة دائما بندور على الرسومات اللي بتكون كبيرة وواضحة، كلمات قليلة، فهون بيلعب دور الام لما هي بدها تيجي تحكي للطفل وتحكي له عن القصة وتسرد له اياها. الشيء الثاني المهم التلوين الصوتي، كثير الطفل بيساعده الخيال، فهو هون لما بيعطونا القصة اللي نشتغل فيها على السلوك اللي هو مثلا ما لازم نلعب بالكهرباء، ما لازم نرمي الأوساخ، هدول الأشياء يعني قصص هادفة، فأنا الطفل اللي بيكون عم يتمثل القصة الطفل بيتقمصها بيدخل الدور بيعيش بخياله، فهو بيتخيل حاله هاد، فأنا لما بغير الصوت بيجي مثلا سيارة كانت سريعة، نبرة الصوت اللي بساعد فيها شيء تاني كمان لما بتكون معي المجسمات حاضرة للقصة، مثل هلا هون نحن عندنا شيء نافر، فأنا لما عم دله عن الغابة عن المزرعة شيء نافر هذا بالطفل اللي عمر السنة. هلا أنا ضد موضوع إنه نحن القصة يكون فيها شيء كرتوني، يعني كنت أتمنى إنه لو إنه الحيوانات تكون حقيقية كان صورتها واضحة للطفل، هذا أضبط نحن هيك بنعلمه تمام. ضد موضوع بس يعني هذا أقرب شيء عنا موجود بصور نافرة للأطفال من عمر السنة للأربع سنين. عنا شيء كمان من دار السباعي كتير بنتشكرهم، أنا أخذت منهم من فترة، شكرا كتير إلهم، كان ساعدني جدا بالحضانة بسلوك الأطفال، فالعناوين هي مثلا السلوك الخاطئ تمام، فهي قصة نحن بنسردها للأطفال، ممكن نسردها عن طريق مسرحية، ممكن تمثيل أدوار، ممكن المس بتكون قاعدة، طبعا في شروط معينة لقراءة القصة، بدها تكون بعيدة عن الضوضاء، بدها تكون مكان هادئ، بدها تكون الإنارة فيها واضحة، الأماكن اللي بيكون قاعدين عليها الأطفال بدها تكون وسائد خاصة فيهم تكون مريحة، والمس قاعدة بمكان يكون إلهم مريح وتسرد القصة، ومثل ما حكينا بتكونوا باللغتين، فبتشارك مثلا ممكن نحن مس الإنجليش إنه هي تعطي القصة بكلمات تكون واضحة وقريبة وبالتمثيل الجسدي والتلوين الصوتي تمام. أستاذ أيمن يمكن عم نشوف هدول القصص عم نشوفها انه هي ايضا نحن عم نحافظ على اللغه العربيه مع التشكيل طبعا. كمان يمكن هي النقطه قديش مهمه انه الطفل من هو وصغير ياخذ على عينه او انه يشوفها يتعود على الكلام اللغه العربيه الصحيحه مع التنوين تماما. هلا نحن هدول مجموعه قصص بتهتم بالسلوك، هي إرشادات لنعلم الأطفال بس بطريقة قصة سلسة بحيث الطفل ما انتم عم نقول له اعمل هالشي ولا تعمل هالشي، رح نسرد له اياها قصة هو صار من خلال هالقصة يعرف انه هذا عمل خاطئ وهذا العمل الصحيح السوي بشكل متقبل جدا بالنسبة له، بينما تعطيه إرشادات صارمة هو اللي حينفر منها ما حيتقبلها بطريقة قصة هادفة بسيطة مدرسة متمكنة لحتصل القصة ولحيصل الإرشادات بشكل مبسط ويتعود الطفل. أنا مبارح اجتني طفلة صغيرة جايبتها أمها أخذ مجموعة من القصص وإجت أخذت مجموعة تانية عمرها سنتين عم تقلي إنه البطة شو عملت،
القطة شو عملت؟ أبدا عم تحكي لي القصة شلون حكت لي إياها أمها، حكت لي إياها تماما وفرحانة، وهي نقت مجموعة قصص من كذا قصة، اختارت مجموعة أو مجموعتين من القصص فيها قطة فيها كلب ومبسوطة جدا، لأنه بالأساس وقت رويت لها القصة الأساسية الأولى تبع البطة أعجبت بالسلسلة كاملة. نعم أستاذ أيمن، طيب أكيد لما نحن نعمل مطبوعة أو كتاب وتنتشر بين الناس لازم يكون في فيدباك أو لنعرف نحن شو رجع الصدى. أنتم كدار نشر اليوم كيف عم تتعاملوا مع القراء؟ كيف عم تعرفوا أنه هذا الكتيب مثلا أو الكتاب أو القصة بدها تعديل؟ دار مؤسسة السباعي بشكل متواصل منذ إنشائها في تواصل دائم مع المراكز التعليمية، مع المدارس، مع الروضات، في مراكز التأهيل الأطفال صعوبات التعلم كمان دائما منزورهم، وفي تواصل دائم، وأي وسيلة مننتجها ممكن يصير تواصل قبل إنتاج السلسلة أو بعد إنتاجها لنعرف شو مدى تأثيرها وفائدتها. ودائما بيصير تواصل بيننا وبيبعثوا لنا نحن كعنا حضانات او شيء انه هدول نحن القصص اللي هلا هني موجودين، فهني كسلوك انا بناسبني انه انا يكون عندي بالحضانه، بناسب الام شيء بيساعدها بالتنشئه الصح، شيء بيساعدها بتعديل سلوك ابنها بالبيت، فهدول دائما في تواصل، في دائما مجموعات عم نحكي عليها، في دائما اتصالات حتى بينه وبين الاهل، كمان عاملين هذا المجموعه الجروب انه نحن في شيء جديد بناسبكم بناسب البيت، لانه دائما الام والاب بيجوا مثلا هلا نحن بمعرض الكتاب محتارين شو بدنا وهذا ما شاء الله دور نشر كثير عنا الحمد لله، نحن ببلد هلا كثير عم نهتم يعني من زمان وما زلنا وعم نستمرين ان شاء الله عم نهتم بهذا الجيل، عم نهتم بتنشئه الوسائل. نحن هلا حكينا عن القصص، انا بس بدي ادخل شوي تطور هلا الموضوع، صار عم نمثل بشيء مجسمات، عم نطور الموضوع عم يكون شيء لمسي ومحسوس، واحيانا بيكون في اصوات في طبعا في القراءه المسموعه اللي هي كثير الطفل بتلفت له نظره، في المرئيه اللي هلا نحن في شيء ال 3D، هلا في اشياء هلا كتب موجوده الطفل عم بيرسم ال 3D وعم بيحط النظاره ولحتى يشوف الاشكال اللي هو رسمها، فهذا ابداع. هذا منين اجى؟ هذا اجى من بدايه، من اول مرحله لما بلش الاب والام خططوا وفكروا انه نحن نعمل مكتبة صغيرة. أنا هي بدي إلى كل أم وكل أب، وعلى فكرة تكلفتها مانا هالبايزة كتير لحتى نقول يعني إنه ما منقدر، في أشياء إذا ما منقدر نحصل على القصة نحن منقدر نعمل اشتراك بمجلات، وبلدنا غنية بالمجلات، نحن ربينا عليها المجلات القديمة، بتذكر ردونا أسامة وكتير عم بنبسط لما عم يبعثوا لي إياها على الحضانة هلا، إنه أنا قدام الأطفال موجودين إنه هي طفولتي كنا نشأنا عليها كلياتنا، وهلأ في كتير مجلات طالعة قصة يعني بنفس السوية اللي هي عم تخلي الطفل هو يشتغل. نعم. هو يتحرك، هو يقرأ، فقتنا نحن فقط من القراءة انه نحن مدارك الطفل كلها بتتوسع، الإغناء بالحصيلة اللغوية، الكلمة اللي هو سامعها من ماما، سامعها من بابا، من تيتي، حتى من المس، عم بيلاقي لها معنى تاني بالكتاب، إنه أنا هي سامعة بس هي الكلمة التانية عم تيجي بالفصحى مفردة، فهي إنه عم بيدور عليها، فهي عم تغني أكتر، كلامه بصوت عالي ومرتفع، تعزز الثقة بالنفس لديه، دائما هو خيال واسع، تفكير من أين، لما نحن عم نعطي هي القصة فعندنا تغذية راجعة، نرجع نسأل نحن شو استفدنا من القصة، شو حكت القطة هلا مثل ما قال الأستاذ، شو استفدنا منها، كبت الشي شاليته، فهي كل أسئلة بتغني الطفل، بتعطيه ثقة بنفسه، بيخلي حوار داخلي بينه وبين نفسه، الحوار بينتقل بينه وبين الآخرين، دليل إنه طفلي بهذا العمر إجت لعنده، كثير نحن ملاحظ الأطفال عندهم خجل، فإنه كسر هذا الحاجز، عم تسأله عم تقول له أنا هيك، فهي بتغني، بتعطي الثقة، بتعطي روح ملحة، بتعطي طفلك بيمشي بسوية وثقافة أنت اللي بترغبي لها. نعم تمام،
نعم، يعني ظاهرة الموبايل بالإيد عند الأطفال عم نشوفها دائما، عم يحضروا يوتيوب، حتى أفلام الكرتون يلي عم يشوفوها على التلفزيون هي كلها قتل وضرب وما بعرف شو، ومتلقي الطفل تماما. فاليوم قديش مهم دور الأهل إنه يرجعوا يحيوا القصص، قديش مهم الأهل جداً. يعني هي ثقافة القراءة قديش مهمة إنه ترجع من أول وجديد. حكينا يعني بتلاقي طفل عمره سنة أو سنتين بيعرف يفتح الموبايل وبيحط الموفي اللي بده يحضره، تمام، ونحن ما بنعرف شو الأصوات اللي بيتلقاها وشو اللغة. يعني بيجيكي أطفال وأكيد الأستاذ أجل عندهم كتير، أو حتى أنتوا شفتوا نماذج بتحكي باللكنة الخليجية مثلا أو بيحكي باللكنة غير، يعني اللهجة غير لهجتنا، لأنه هو عم يعني بيتابع أو يتقمص شخصية أنا سبايدر مان، تمام، هذا قولا واحدا، غير اللي شافوا فيه الاهل ينزلوا بدي لباس بدي عصوقه بدي لباس كذا، لانه ولا المدرسه كله بده، ولا هذا اللي عم بيطير وينزل ينط فوق الكرسي ويصير ازيات. المخاطر الاساسيه اللي احنا حكينا فيها قبل كثير وحضركم بتعرفوها، توحد اللي هلا كثير صار يعني بين الاهالي. اي ام تجيني هلا على الحضانه، ماما ريما عندهم في توحد ابني، قلت ليش انتم هيك فورا راسا ما في حوار، ما عندهم هي الثقافه لحتى انه يعرفوا شو هو، بس مجرد بيعرفوا انه الموبايل بيعمل هيك. نعم. وهذا سبب اساسي ورئيسي. اما الطفل لما بتفتحي له الكتاب وهو بيصير بيقرا بيحاول، هو ليس متلقي فقط، اما من الموبايل من الايباد من التلفزيون هو فقط متلقي، لا عنده حصيله لغويه، لا عنده كم من المفردات، لا عنده معاني للمفردات. ممكن انا اقول له اعطيني كوب من الماء، ما يعرف شو هو، صار يقول لي روحي جيبيه انت. كثير بتجينا امهات هيك، اما لما انا بعطي الطفل وقت وبعطي مساحه، هي الك، انا مهيئت لك الظروف، حطيت لك كون لحالك زاويه انك انت تكون فيها، بس انا بدي وهدول كتبك الخاصين فيك طبعا مع يكونوا مناسبين وملائمين له، فانا ببعده شوي شوي بالتدريج عن الموبايل اللي هو بيصير فقط بعيب الباده وما عاد فيه يتحرك وما عاد له مروي لشيء، حتى ما عاد عنده قدره على التفكير. صحيح، ابدا. حتى النطق يمكن كمان ما عاد في حصيله لغويه، ما عاد حصيله لغويه. هو يعني هون الفرق بعد اذنك، انه ما بين القصه الورقيه وما بين الموبايل. القصه الورقيه عم تعيشه للطفل مع هالقصه هي بس بكل احاسيسه، وعم يرتقي فيها، وعم بالعكس عم تعطيه ثقه بنفسه وعم تخليه يعيش مع الاخرين. بينما اللعبه الموجوده على التاب او على الموبايل عم تعزله. صحيح. عم تحسي الطفل انه اخذ الجهاز انعزل لحاله. هالفترة العزلة الطويلة، ابتعد عن أهله، ابتعد عن رفقاته، ما عاد عرفتي هو شو هالثقافة اللي عم يتقبلها. جمت له خياله، يعني كله خيال. بينما جمد مع القصة يمكن بتخليه هو يخترع، يحكي شيء جديد، تماما، ويخترع ألعاب هي خارج عن المألوف. بينما القصة الورقية الهادفة هي عم تعيشه بعض الأحيان خيال، بس خيال ليرتقي فيه، ليتحسن لغويا، يتحسن كتصرف سلوكيا. نعم، يعني كمان في موضوع بدنا نحكي فيه هو علاقة الورقة والقلم مع الطفل. يمكن ضمنها عم نحكي عن وسائل التكنولوجيا الحديثة، هذا الشيء يمكن انفقد للأسف، حتى الأهل ما عاد ينتبهوا له. اليوم بهي القصص قديش عم تعطوا مساحة أنه ليكون في قلم وورقة يمسك الطفل هذا الموضوع؟ ونحن بنعرف مثلا بنعرف الفئة العمرية لازم تبلش الأم تدرب ابنها أنه مسك القلم والورقة أو حتى تمسك له إيده يستخدم يعني هي التقنية. هلأ نحن بداية قبل الورقة والقلم نحن بدنا نحكي بالقصص بالخيال، بعدها بتيجي المرحله الثانيه اللي بدنا نبلش فيها، بيكون الطفل صار عنده كم من الصور من الخيال من كذا بده يحاول يمثلها. قبل ما نبلش بورقه والقلم لحتى لازم نحن ندرب العضلات الدقيقه باصابع ايديه ونمرنه على مسكه القلم في طريقه معينه لحتى يمسكها. هذا اللي بين ايديه اللي بده يطبق عليه القلم، بده يطلع منه الخط، بده يكون من دون ارتجاج، من دون شيء التوائي، هيك اشياء. فنحن بدايه نبلش بالمقص، بقص الاوراق، بنبلش باللضم اللي نحن عن طريق اشكال خشبيه نقدر نفوت فيها الخيط او الرباط، انه نقدر نفوت نعلم الطفل انه نحن في مسارات بدك تمشي عليها صح. بعدين المعجون، الرمل، الالوان المائيه اللي نحن بنستخدمها او التلوين العادي اللي نحن بايدينا باصابع ايدينا بنحب الطفل يلون، نحط نحن الوان تيجي بعدها. هون بصير عند الطفل رغبه قويه جدا انه انا اسا عندي صار عنده كم
فهو صار في تنفيذ هلا. انا هيئت له الظروف، عملت له مرحله 1 2 3، هلا صار جاهز. هون بلشنا بقى، بنبلش بالورقه والقلم لما نحن بنرسم تفاحه، اول بنبلش مع عمر السنتين بخطوط لحتى يكون ماسك القلم ويبلش على الخطوط يرسمها. مثل نحن باللغه العربيه بنعطيها عقارب الساعه طبعا. فبدايه مثلا الجزره، الارنب بده يركض لعند الجزره، الخطوط يكون مثلا شيء مستقيم، حتى الدائره بنبلش بالفواكه، بنبلش معه بالالوان، صار عنده رغبه. نحن علمناه الخطوط، ما لازم بقى نطلع برات الخطوط، فنحن عطيناه الاساس صح. هلا بنبلش بمسكة الالوان، لما نبلش نلون التفاحه او الموز باللون الاصفر والتفاحه باللون الاحمر، فهو انتقاءه للون وما طلع برات الحدود. فهون شوفي سعاده الام لما طفله ما طلع، اذا انا طفلي مرتب مرتب لانك انت حطيتي له المراحل ومشيتي فيها صح، ما اعطيتي كل المعلومات فورا. خطأ. نمشي مرحله مرحله. فبدانا نحن بدايه بالقصة اللي الأم اللي هي بترويها. نحن دائما حملنا كبير على الأم، بس نحن بنساعدها دائما، بنوقف جنبها إن كان من قبل دور النشر ولا نحن كحضانة أو مسات واقفين بنهن سؤالهم. هلأ لاحظت بمعرض الكتاب رغبة الأهالي الكبيرة انه اولادهم بهالفئات العمريه الصغيره انه يحبوا يجوا، واحنا مثال شايفينه قدامنا. يعني احنا لما طرحنا الفكره انه اطفال الروضه هن يعملوا جوله عم يتفتروا، انه نحن حابين ناخذهم على معرض الكتاب، صدقا ولا حدا اعترض انه عن جد. يعني هن خرجوا يروحوا، يعني في ام امبارح حكتني انه في يشتروا كتب، ايه نحن بنقدر نساعدهم لياخذوا الكتاب المناسب لإلهم. لما بنفوت لعند دور نشر ويشوف معنا مجموعه من هذول الاطفال انه ممكن تساعدونا، نحن الفئه العمريه اللي جايبينها اليوم هي كي جي 3، فهني عندهم من الوعي ما يكفي انه هن يختاروا. واكيد عندنا نموذج كثير كبير بالروضه موجود من قبل القصص والوسائل التعليميه اللي هلا قلت لكم تكون ملموسه. هذا الهدف منه انه الطفل نحن لما نحكي له عن كان عن هذول الحيوانات او نحكي له عن النبات او نحكي له عن اي شيء انه هو يكون الموس. فالقصة موجودة والمجسمات تبعها موجودة، فهذا كتير شيء بيغني الحصيل اللي عند الطفل. هلأ في كتب كمان لأطفال عمر السنة، حابة إنه هيك الفت نظر إلى الأمهات لأنه بيسألوني كتير. كوايت بوك هو بيكون آمن وبينحط بالغسالة، من ديكرون محشي ديكرون، من ما بيحط له حتى الطفل بيتمه تمام يعني عليك، وفي أصوات. بس الشيء الحلو فيها والممتع إنه هو الطفل بيكتشف. في عنا من الايفا كمان ماده كثير ظريفه وسهله للطفل حتى خفيفه الوزن وامنه، بدق الشباك مثلا انه في شيء مفاجاه وراه، فشوفي هالعنصر اللي بيستناها الطفل. فمفتح الشباك مثلا، احنا ممكن يكون واقف حصان جوا بالاسطبل انه نفتح الباب يطلع راسه مثلا، ممكن الحليب مثلا موجوده بقره الشباك بس يفتحوا هيك يلاقي حدا انه عم يحلبها للبقرة أو هيك، فشيء خياله ممتع للطفل. نعم. في معنا أطفال ورانا، يمكن آخر مين بده يجي لعندي؟ كيف بدي؟ ميس يلا. لو سمحتي ميس فينا ندخل حدا من الأطفال؟ هات يعقوب حبيباتي. هلأ هني كتجربة إلهم أول مرة هيك جتري، بس هني كتجربة أول مرة. بيني وبين ليا. صباح الخير. تحبي تحكي على المايك؟ يلا سكي المايك. شو اسمك؟ عرفيني عن حالك. كرم كردي. كرون كرون؟ لا كرم كردي. كرم كرم كرم. انت اي صف؟ صف الاول. يعني كي جي 2 ولا 3؟ لا كي جي 2. كي جي 2. اليوم شو جاي لهون؟ وين هون انت؟ انا بصحنايا. انت ساكنه بصحنايا، جاي من صحنايا على معرض الكتاب مشان تشوفي القصص وتشتريهم وهيك. ميرسي يا كرم. هون كمان رح نشوف الصبيه. بس خلينا نفتل هيك على الكاميرا. شو اسمك انت؟ تليا. الما. الما كيفك؟ الحمد لله. شو لوين جاي انت هلا؟ جاي مع رفقاتك؟ مبسوطه؟ ركبتي بالباص وجيتي لهون؟ ايه. حبيتي الكتب؟ اشتريتي شيء من الكتب من القصص؟ شوفوا وسائل. شو شفتي بالمعرض؟ شفت ايه كتب. ايه شو كتب؟ العاب. شو بتحبي تقري انت؟ وبس.
ليلى والذئب. تحبي ليلى والذئب؟ بتعرفي تقولي لي اياها شوي؟ قولي لي اياها، ما بعرفها بس بسرعة. في ذئب بيزرع عشتة وبياكلها، بيجي الصياد بيموت الزئب. ليش؟ لأنه ليلى ما سمعت؟ لا ما سمعت كلمة مين؟ الزئب. كلمة الزئب ولا كلمة الماما؟ الماما. يلا كمان معنا الشاب الحلو، مرحبا تعال الكاميرا. شو اسمك انت؟ يعقوب. يعقوب، كيف لقيت الحلوة جبلة بمعرض الكتاب؟ شو عجبك اكتر شيء؟ هي قصة ليلى والذئب. كمان ليلى والذئب؟ وشو شوفي كمان غير ليلى والذئب؟ العاب المنتصر مثل يلي عنا اياها بالروضة. مثل الروضة؟ مثل شو يعني حبيت؟ طيب بس ترجع على البيت شو بدك تقول للماما؟ شو شفت؟ العاب المونتسوري. العاب المونتسوري. كمان معنا صبية، مرحبا. خلينا ندر على الكاميرا، شو اسمك انت؟ نور. النور. نور. يلا قلبي هيك. يلا مرحبا. شو اسمك؟ اهلين. نورما. نور، كيف لقيتي الجولة بالمعرض؟ حبيتي؟ أول مرة بتروحي على المعرض؟ طيب بس ترجعي على البيت شو بدك تقولي لأخواتك وأهلك؟ شو شفتي؟ شفت كتب كتير حلوة وألعاب كتير حلوة. شو حبيتي اكثر شيء؟ العاب. الالعاب اكثر شيء، يعني بنلاقيهم مصرين على فكره. إيه. الالعاب نظر الطفل. هلا نحن لو شافوا الكتب رح يقربوا عليها، الوسائل التعليميه الموجوده اللي صارت بكثره اللي هي عم تغني عن الكتاب. بالنسبه لنا نحن لا، بدنا نحاول اول مرحله هي الكتب وبعدها الوسائل التعليميه. هلا العمريه هون معنا 5 سنين، هن بتعرفي بدايه لسه ما لحقنا بالمدرسه واجا معهد الكتاب متوافق مع بدايه الروضه، فلسه عندهم هذا الخجل ولسه، بس هن بينبسطوا بدايه بالاكثر شيء بيشوفوا به الوسائل والالوان هي اللي بتلفت لهم نظرهم، فهون موجوده بكثره. نحن لا، بدايه هلا مثل امبارح كانت المس قاعده عم تحكي قصه وكلهم حوالي ولا انه حسيت في حدا انه جديدي عليه القصه، حسيت في حدا لا موجودي عندهم هيك دائما. هدول المبادرات بنعودهم عليها بكل اسبوع، يكون في عنا يوم الخميس هذا النشاط مسرح تفاعلي وقرايه قصه. هيك بيتعودوا. بعدين كثير شغله حلوه انه تجربه لهم انه يجوا بهذا العمر الصغير يزوروا معرض الكتاب ويشوفوا هالكم الكبير. هلا هن من امبارح احنا عم نحكي احنا رايحين في معرض كتاب، طلبنا من الاهالي انه يحكوا لهم ليعرفوا هن وين، لانه يعني دائما اطفالنا متعودين على الالعاب، يروحوا على الزحليطه على المرجوحه على الالعاب الالكترونيه الابطاون تاون سنتر، هذول الاشياء نحن معودين اطفالنا عليها. شغله جديده اللي نحن نفوتها، نحن بيشوفوا المكاتب يمكن وقت بيروحوا بيجيبوا لكم تاصيه فقط، فهي صح. اليوم هذا الكم الهائل رح تضل ذكرى انا اكيد ما حينسوها بحياتهم. هلا بس انا امشي معهم واشرح لهم شوي ويعرفوا نحن وين بهي كل تفصيل موجود هون. يعني اعطيني شوي نرمين، لكن جبتي كتاب؟ شو شفتي كتب؟ طيب فيكي تقري لي شي قصة من هون؟ حتشوفي اكيد الصورة. يلا شوفي الصورة، هذا الكتاب من عمر السنة لعمر الخمس سنين، فهو ملائم مناسب لإلهم لإلك. تمام، مناسب يشوف الصورة. كلب. وهاي خروف. برافو. وهي بطة. برافو. مين هدول الصغار؟ ولادة؟ ايه. اوكي، شو اسم الولادة؟ عصفولة. عصفولة؟ مين هان؟ حصان. برافو عليكي يا شطورة. يلا هلا نحن بنقدر نعلمهم من خلال الكتب الاصوات، وبالنسبة لفئتهم العمرية في العاب خشبية بترافق القصة. مثل هلا هون احنا عم نحكي عن المزرعة، فهي بتيجي مثلا الكلب شو اسمه شو اسم ابنه، الحصان شو اسمه شو اسم ابنه. دائما التسلسل العائلي انه كيف انه موجود الدجاجة البيضة الصوص الدجاجة، يعرفوا هن المراحل النمو كيف بتكون، يعني كيف نسرد لهم اياها عن طريق القصة، بتكون هن موجودة. كمان في مجسمات موجودة بدار النشر بنقدر نستعين فيها ويستعين فيها الاطفال. نعم، يعني ما رح نلهيهم اكثر هيك، رح نخليهم يكفوا جولتهم لانه ساعتهم عنصر المفاجاه عندهم، ساعتهم متفاجئين كلهم. يعني نحن الكبار بنفوت على المعرض هيك بس يعني يا دوب بس نقرا شوي اسماء الكتب اللي بتكون موجوده، فما بالك انه عم نحكي عن انا لو معرض لو معرض الكتاب اجى بوقت بعد يعني اللي يكون لهم فتره هسه بالمدرسه لحتى شافوا الكتب شافوا القصص صار عندهم حصيله لحتى يكون عندهم فضول اكبر ليجوا لهون. مين بده يشتري فيكم هلا كتب؟ بده يرجع يشتري قصص. انت كرم بدك تشتري هلا؟ كرم بدها تعطيني هي
كمان ليلى والذئب. كمان ليلى والذئب. مسرع. يلا نحن بدنا نقول لكم شكرا. شكرا. يلا ماما. شكرا. شكرا ناس حلوين. يلا ماما. باي. ندعك باي. يلا ماما. باي. قولوا لي باي. باي. يلا ماما لعند المس. انتوا طلعتوا على التلفزيون. قولوا شكرا. باي باي. بنقول شكرا. باي باي. يعني دائما نحن التجارب حتى الرحلة وقت كنا صغار دائما بتضل معلقة بذهننا، فأكيد هاي تجربة كتير حلوة اليوم ننجح كل الأهالي أكيد. اليوم عن جد يزوروا أولادهم المعرض طمع. عن جد رح تكون تجربة وأنا غنية. بتشكر أهالي أطفالنا بالروضة، عندي تجاوبهم كان سريع جدا، يعني أنا كنت مترددة أنه ممكن يوافقوا، نحن جايين من صحناية بدنا نجي على الشام معي أطفال أعمار صغيرة، كله كان يعني متحمس، في يعني في منهم ما كانوا نايمين، تقولي ام انه ماما ريما انه بكره انه حتفرح بنتي حتنبسط، هو رائع جدا انه يجوا مع ابوهم وامهم انه كثير حلو، بس احلى انه مع اقرانهم، الاحلى مع رفقاتهم، الاحلى مع المسات اللي بيكونوا معهم، لما بيجوا بيتفرجوا فهي رح تضل جواتهم ما اكيد ما بتنتسى. اكيد هذا دليل وعي انه كل الاهالي وخاصه هو بيلعب، الام بتلعب دور كبير بما يخص هالموضوع هذا، فدليل انه في وعي كبير باتجاه انه فائدة الكتاب وفائدة القصة وفائدة معرض الكتاب، وخاصة كرحلة اطفال مع بعضهم لحتى تم اثرها مثل ما قالت ست ريما، يمكن رح تضل بذاكرتهم واكيد هلا رح يتصوروا صور حلوة مهضومة، متحمسين نطلع على الصور قدام دمشق هيك كمان، يعني كثير في افكار هني جايين وبس لسه متفاجئين انه عن جد جبتينا عن جد اجينا، انه كل شوي حتى لاحظتوا لما فاتوا انه يعني انا وهون والكتاب انه مبسوطين، فهلا بتتوضح عندهم الفكره اكثر. احنا في احنا ما كنا صغار في رحل اكيد كلات ما بننساها، وانا واثقه هي ما حتنتسى اكيد ان شاء الله. بدنا نشكركم كثير اليوم على تواجدكم معنا، واكيد بدنا نشكر الاطفال اللي كانوا موجودين، يعني كمان ندعيكم تشاركونا بهي الرحله. أكيد شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم.